ربك أخذ الدموع وحدها لا تكفي للتعبير ولا الكلمات حتى. أي كلمات يمكنها وصف فاجعة تمثلت بفقدان أب لولده كان صغيرا على الموت، أو هكذا ظنوا. لم يتوقع أحد فقدانه، خاصة في مكان بعيد عن المواجهات هنا في مديرية القبيطة بلحج. خرج عبد الرحمن لشراء حاجيات البيت مع أصدقائه، تركهم مستعجلا العودة للمنزل، لكن لغما زرعته ميليشيا الحوثي كان أقرب من المنزل وسبق الجميع إليه. دخلت البقالة لقيت بوز يعني مقاضي البيت، وهو مشى يعني مشى قبلنا. بعدين جيت يعني سمعت صوت انفجار، يعني اتوقعت انه كنت اقول هو مش هو لما مشى قبل. بعدين اجيت وهو قد يعني بالوادي كذا جنب الخط بخمسة متر، يعني هو اجيت يعني قد مبزوق رجله يعني ما عاد هليش، وفي نحق الراس وصابت كثير. ايوه. يقول الاب ان الموت لا يأخذ إلا الطيبين أمثال ولده عبد الرحمن، وبالمثل تردد أمه وتصفه بأفضل أبنائها، تستذكر مواقفه، أخلاقه بالتعامل معها وحتى وعوده، وأكثر ما يؤلمها مغادرته الحياة قبل تحقيق أحلامه. أدري أني كبلت وعدي إذني خرج من عندي ولا بينه شيء، كان إذني وباسمني بالرأس المشاء. وقال لي هذه الغداء مرة مريا ورجع أخذ زبل ما في ما عندي من قدم الناس ما عندي بعد هذا كله. إذا أتحدث له كان ابني الوحيد بين أخوانه كلهم وخواته، كان يشوفني دائما، كان يدخل يخرج ما ينام إلا قد بعثني من تلك الناموس. صار مكان انفجار اللغم الأرضي بعبد الرحمن مقبرة له، لتشهد الأرض أن طفلاً مر من هنا ولم يعد إلا جثة. المؤلم أيضاً أن هذه ليست الحادثة الوحيدة بهذا المكان وبالألغام المزروعة وغير المتوقعة، بل هي تكرار لحوادث أخرى كان ضحيتها الكثير من الأبرياء من أبناء المنطقة